قوية في الجهة الأخرى. نلاحظ هذه الكرة من جهة إستوميل بالإرسال، ضربات مدعب إسباني، هذه كرة يدافع من وراء الخط الخلفي اللاعب الإسباني. نلاحظ هذه المرة ضربة قوية من إستومين والصعود إلى الشبكة لتغطية الملعب، وضربة قاضية بالباكند فولي. هذا وصول سريع للاعب نضال، والتغطية جيدة بالباكند من اللاعب الإسباني. هذه التفاصيل أو المعلومات